وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف معنا رجل أعمال. رحبوا معي بضيفنا الأستاذ أسامة والأستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك. الله يسلمك. يا وسهلا أستاذ، بدي تعرفني بداية عنك وعن البزنس. أهلا وسهلا فيكم. الأول بنرحب بقناتكم وإن شاء الله يكون لقاء ممتاز. وطبعا احنا بالنسبه لنا معاكي انا أسامة حافظ محمد. اساسا انا كنت شغال في نظام مدير مشاريع طيله عمري يعني، واخدت كورسات في الاداره. وعندنا كان عندنا في مصر في يعني تعتبر يعني مشروع صغير عن الجيلاتو. بعد ما خلصت الوظيفة بتاعتي وكده أولادي أقنعوني بأن أنا أبدأ بيزنس، يعني يعتبر فاميلي بيزنس، يعني بحيث أن احنا نطلع بيه ونشوف برضو بإذن الله يكون مستقبل لينا ويكون الوضع ملائم لوضع الأسرة. طبعا أول شيء فكرنا فعلا فيه أن احنا نستثمر هنا في دولة الإمارات على أساس أنها دولة بتستقطب المستثمرين وأنها بترحب بالاستثمارات الخارجية وما عندهاش أي نوع من أنواع التمييز، الكل سواسية فيها. ففعلا اتجهنا للإمارات وبدأنا نحن نطلع الأوراق اللازمة اللي هي للأعمال اللي هي للاستثمار. وفعلا نحن مثل ما توقعنا الحمد لله رب العالمين ان ما فيش اي مشاكل واجهناها في استخراج الاوراق والترخيص والاشياء دي كلها، بل بالعكس كانت معدل سريع جدا وكان شيء مبشر بالخير. يعني بناء عليها ان احنا فعلا عملنا دراسة جدوى للمشروع بتاعنا كأنه احنا نبدأ نستثمر في موضوع الجيلاتو. وفعلا توصلنا ان احنا جبنا واحد من افضل الشيفات الايطالية. هو طبعا شيف متمرس على المنتجات الجيلاتو الايطالية، وان احنا بنتميز به بان احنا بنعمل منتج يعتبر ناتشورال without any artificial flavors. احنا عندنا يكون نوع زي اللي هو ان هو يعتبر زي الهوم ميد مش كوميرشال، وبالتالي نتميز بالطعم اللي هو الفعلا طبيعي 100%. حاولنا ان احنا ندخل طبعا في السوق، وطبعا اتجهنا على الشرقة، وجدنا فيه ترحاب، وفعلا وجدنا مكان في صحارى سنتر اللي هم فعلا بصراحة وفروا لنا المكان المناسب اللي يؤهل ان احنا نصنع فيه اللي هو المنتج بتاعنا. وبدأنا في الانتاج فيه من حوالي ديسمبر الماضي بفضل الله، ان احنا يعني فعلا يعني واجهنا بعض التحديات لكن الحمد لله تغلبنا عليها وكانت تجربة ناجحة. وزودنا برضو من ضمن المنتجات بتاعتنا مثل اللي هو جيلاتو النشر جيلاتو، دخلنا في منتجات اللي هي الاي بابل، في اللي هو انتاج الوافل الكريب اللي هي البيكريز، بالإضافة للي هو للكوفيز والمهيت والفريش جوس. أستاذ عبد الرحمن، شو المنتجات والخدمات اللي بتقدموها وكيف تميزتوا عن غيركم؟ احنا طبعا تميزنا زي ما قال مستر أسامة ان احنا هاند ميد جيلاتو. طبعا بنتميز ان هو يعني بنحاول بقدر الامكان ان هو يكون احسن جيلاتو ان شاء الله في الامارات. طبعا بجانب الجيلاتو عندنا مخبوزات الوافل كريب بانكيك، عندنا البابل تي، واحنا ده شيء متميزين فيه جدا. برضو هو متميز برضو ان احنا عندنا باقي المشاريب ساخنه وبارده، فريش جوس، موهيتو، الكوفي ساخن وبارد. استاذ اسامه، بعد النجاح اللي وصلتوا له شو خططكم المستقبليه؟ والله احنا خططنا المستقبليه ان احنا ان شاء الله هنتوسع خلال الامارات كلها ان شاء الله، بدءا بدبي، وباذن الله هنتواصل. واكيد ان احنا يعني الانتشار بتاعنا هيكون باذن الله سريع،
بس طبعا بدراسات الجدوى لابد ان احنا ننتشر يعني ستيب باي ستيب على اساس يكون في اكسبانشن متعقل وفي نفس الوقت يكون مربح ان شاء الله، وان احنا نوصل لكل عميل ورضاء العميل. انت كرائد اعمال وصاحب خبره، شو بتنصح اللي بده ياسس عمل داخل دوله الامارات؟ والله الامارات سوق مفتوح وسوق مشجع كتير لاي مستثمر حتى ولو بسيط. الدولة هنا ما شاء الله بترحب بجميع المستثمرين وما فيش أي إعاقات لأي إجراءات أو أي بروسس لأي مستثمر. المستثمر هنا بيجد الشركات اللي هي المساعدة لو هو غريب عن المكان، الشركات المساعدة بتطلع له التراخيص وبتطلع له جميع المعاملات بتاعته ممكن في غضون أسبوع أو ماكسيمم 10 أيام، ما بيلاقيش أي من أنواع الصعوبات. بالإضافة دي أعتقد أنها توجه من الحكومة نفسها أن فعلا أن ما يكونش في أي صعوبات يواجهها أي مستثمر، بحيث أن احنا فعلا بنجد ترحاب في المعاملات، حسن في المعاملة والتعامل مع الدوائر الحكومية. أنا ما حسيتش بأي حاجة، فبالتالي أنا بشجع أي مستثمر فعلا إن هو يجي هنا ويبدأ الخطوات بتاعته بكل أريحية وترحاب. بتمنى لكم التوفيق يا رب، وبالنهاية بدي تخبرونا وتخبروا المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا يتواصلوا معكم. بالنسبة للتواصل، إحنا بالنسبة لنا اللوكيشن بتاعنا حاليا في سحارة سنتر بإمارة الشارقة، وإحنا مكاننا هيكون في الفود كورت في الدور الأول. وطبعا التواصل معنا كسوشيال ميديا، احنا متواجدين طبعا على جوجل، متواجدين كسوشيال ميديا في الفيسبوك وفي على تيك توك الانستغرام. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا.